VIP Sports انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة فم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3W.الحياة.فم برنامج VIP Sports كالعادة كل نهار سبت بداية من 8 متاع الليل مع عدة شخصيات رياضية في عالم الرياضة سواء في الرياضات الجماعية او الفردية. اليوم ضيفي لاعب سابق بالشبيبة القيروانية ويشغل خطة مساعد مدرب سابقا في الأكابر وحاليا صاحب أكاديمية خاصة إن شاء الله باش تكتشفوه تباعا في الحصة. قبل هذا باش يرافقني في تأثيث الحصة أيمن ليغا في الإخراج التقني وفي الإخراج الرقمي محمد ضياء فجرية. نمشي الفاصل غنائي ثم نرجع للبلاتو. انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة فم. عدنا من جديد مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا حاليا على 93 راديو الحياة فم للصحة. قلت ضيف اليوم في كرة القدم اللعبة الجماعية حامد العبيدي. مرحبا بك حامد. مرحبا بك خويا عبد الله. مرحبا مستمعين اذاعة حياة فم. مرحبا بك حامد. نذكر لاعب سابق بالشبيبة القيروانية شغل خطة مساعد مدرب كبر الشبيبة وصاحب أكاديمية خاصة. لمحة أكيد على حامد العبيدي وشنو يعمل في الدنيا حامد؟ بون حامد العبيدي أونسيان جوار في جي اس كا. بعد كانت عندي كوم جوار تجربة صغيرة في الديفزيون 2 مع فريق واد الليل. بعد تعديت بكام مدرب أصناف الشبان الكل. خدمت انترينور اسيستون زاد في ديفيزيون 2 في المستقبل اسمها مستقبل سبيخه. بعد كانت عندي دجا تجربه كمساعد مدرب الشبيبه الرياضيه القيروانيه عمناول. واليوم عندنا اكاديمي بريفي لافونير اكاديمي اللي قاعدين نحاولوا نكونوا فيها الوليدات الصغار. قبل ما نتعمقوا حامد جيس نرجع بالتوالي لبدايه حامد العبيدي. شقرا حامد شنو اللي جاز نتاعو شنو متخرج بعد ندخل في التفاصيل. بون حامد العبيدي عمل لي ادوكاسيون فيزيك انترينور فوتبول كاف بي قريت في قصر سعيد. وكيما قلت لك اليوم اليوم انترينور مدرب في شباب الرياضيه القيروانيه سابقا. اليوم جست في الاكاديمي اون اتوندون فماش حاجه ان شاء الله على قريب فما حاجه بي. نتمنى لك كل التوفيق حمد. اكيد بدايتك في عالم كره القدم كيفاش كانت بدايه حمد العبيدي؟ هل انه كان على غرام اختار كره قدم؟ علاش ما اختارش كره السل؟ علاش ما اختارش كره اليد؟ علاش اخترت كره قدم قبل؟ بون هي الحكايه بدات بالصدفه. غرام كغرام العبيد الكل معناها في الحومه وندرا شنو. قبل كانت فما رياضه المدرسيه فما يعملوا دي تورنوا نلعبوا في استاد علي الزواب. جينا مع مدرسة 2 مارس في المنصورة وقتها صغار نقرا نتفكر تروازيام اني ولا كاتريام اني بريمير. سي عثمان الشايبي هو وقتها مدير فني تفرج عليا راني عيط لي قال لي علاش ما تجيش ترينا في جيسكا. من وقتها بديت الرحلة نقول انا. يعني عثمان الشايبي هو اللي اكتشف حامد العبيدي. سي عثمان هو اللي اول واحد هو اللي جبدني وقال لي علاش ما تجيش ترينا في جيسكا. فانا صنف بديت مع الشبيبة. بديت من ليكول بي معناها مدارس اول ما بديت عند سي محمد دندان وقتها. بديت من المدارس بي معناها. بديت عند سي محمد الدندان وبعد عند شكون درجت في الاصناف؟ بعد درجت عند سي لطفي بنينا في اوقات زاد عند سي فاخر التويتي سي حماد الهداجي سي محمد السعيدي بعد سي علي بالحاج شكري سي شكري بالاكحل سي لسعد الشريتي سي حسين المستيري هذوما اللي تعديت بهم كمدربين. تعديت اللي خدمت معاهم وقتها كان فما قبل مركز تكوين الشبان وكانوا هما المديرين الفنيين معناها سي عثمان الشهيبي سي فتحي بن غانم سي علي خليل سي خميس العبيدي هذوما وقتها كانوا في الإدارة الفنية حتى الكابر وقتها لهنا كان فما سي مراد العقبي. يعني سامي اللي جبتها كل سامي بسماها اللي كنت تدرب حتى ان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد. سي مختار بوغل سي مختار خدمنا معاه برشا في السونتر. يعني سامي عندها وزن في الشبيبة القيروانية في السابق رغم قلة الإمكانيات والرصيد البشري واللوجستيكي لكن طلع برشا ملاعبية قبل. أكيد سامي خدمة برشا في الشبيبة تعدوا بدي مومون باهيين. أنا نقول قبل في الشبيبة قبل الوقت كانوا بالرغم لمواياه الخايبين ما يكون في جيسكا
احنا من اول العباد اللي كان عنا سنتر دو فورماسيون، احنا من اول العباد اللي كان كنا نتمتعوا بلهوه خاصه جماعه السنتر. ممكن الشيء هذا اليوم تفقد شويه وجيسكا. وعلاش حامد قبل يعني السنتر كان مريقل وطلع برشا من العباد تقريبا الشبيبه 10 سنين التالي ما طلعنا حتى ملاعبي بخلاف الحال. في كلمه سي صالح السيد هو لو موكلي، هو اللي كان لاهي بالسنتر، هو اللي كان يمول في السنتر، هو اللي كان يصرف على السنتر، كان معناها خاتي جيسكا. السنتر كان سي صالح السيد هو اللي لاهي به خاتي جيسكا معناها. وذاك علاش جيسكا مولت برشا في رق. صحيح نتصور هذاك عليه. باش نرجع لحامد العبيدي، اكيد حامد العبيدي قاعدين نشوفوا في الصور كابيتانا، كان في الشبيبه كابيتان. يعني الاصناف الكل انتقاد فريق. انا ساعة من المنبر هذا نحب نقول للولاد اللي اليوم في جيسكا بربي قرايتكم. خاطر في الكوره ما تعرفش عليها شكون، تنجم انت في لي جون تكون ليليمو بريون وكيب ناسيونال تكون وكابيتان وانت قبل الناس الكل. بعد سبحان الله في لحظه ضرب زهر انتوراج ما تعرفش عليه شنو ينجم يصير. انا بيرسونيلمون تعديت تجربه خايبه نتاع برشا ضرب. اللي هي الحكايه بدات بضربه صغيره في الركبه. كنت من ليكول حطيت اللي خرجت من جيسكا كنت انا كابيتان، كنت ليليمون بون مش نشكر في روحي ولا مي كنت ليليمون بريون في الجينيراسيون اللي معايا. خلطنا بديت في كادي عملت ضربه خايبه في الركب. بون ممكن وقتها لي مويان تاع ريدوكاسيون ولا مانيش كيما اليوم. بقيت كل مره تتعاود ضربه في نفس الركبه ظلين وصلت في وقت معين عملت الضربه اللي يكرهها الناس كل اللي يخافوا منها من العباد كل اللي هي ريبتور تاع ليغامون كروازي. وقتها هي اللي كانت الحاجه اللي بدلت لي حياتي في الكور. فانا صنف وقتها هذا هذايا بعد ما طلعت سنيور بثلاثة جماعات. بعد ما طلعت جونيور سينيور بثلاثة جمعات تفكرها كيما توا لو 12 جانفي. سوء الحظ. سوء حظ ماهيش كاتبة. أنا يا ربي ربي يعرف شنو يعمل كاو. الحمد لله. خاطر قاعدين نشوفوا في الصور كنا نتبعوا في الصور نتاعك حتى قبل يعني كنت كابيتان حتى الخطة نتاعك يعني في الأكس في المحور الدفاع الشبيبة القيروانية وشفنا أكيد حتى المدربين الكل شهدوا معناه بعلو كعب حامد العبيدي انا ذاك وقتها في اصناف الشبان. لو ترجع بينا ذاكره حامد في يعني اول مقابله ليك ما نعرفش اذا كان في الاكابر قلت ثلاثة اسابيع اول مقابله كنت مش تلعب فيها ضد شكون؟ ضد شكون؟ ضد النادي البنزرتي كان صدقني ربي. بعد الفازه نتاع تفكروها الفازه نتاع وقت اللي فيها مروان ترودي وجماعه وصارت مشكله وكل في البريود هذيك ضد النادي البنزرتي كان صدقني ربي هكا حاسس ما نفكر. وبعد تالي كي مشيت لوادي الليل اول مقابله ضد مكارم المهدية وقتها في القسم الثاني. وفي وادي الليل زاد عاودت بعد ما عملت العمليه والكل عملت 8 ماتشات وعاودت نفس الضربه في نفس الركب كروازي الثاني. هل انه شكون التقصير منك انت من الستاف؟ هل انه الضربه معناها تتطلب هي قلت لك احنا ساعه عنا مشكله لي جوار نتاع الجرون تاي نستحقوا خدمه سبيسيال. ممكن في الوقت هذاك ما كناش الدنيا متطوره كيما اليوم ولي ريشيرش والكل نتصور هذاك سبب وسبب الرئيس اللي انا بعد الضربه الاولى بالكل ريدوكاسيون ما كانتش كوم الفو هذاك نتصور ومني انا زاد تقصير يعني وقتها ما كبشتش في الريدوكاسيون نحب نرجع ونلعب وقتها نتفكر عن ستاج في المغرب كيب ناسيونال هذيك الكادية. يعني انت حتى قبل المنتخب الوطني التونسي فكر في حامد العبيدي في صنيف الشوبين وتمت الدعوه اكيد. اي عملت مينيم وكادي وبريمير اني جونيور عملت ايكيب ناسيونال. شكون هم حامد اللي حتى اللي كانوا معك قبل تدربوا في صنيف الشوبين؟ اكيد برشا بعض منهم نلقاهم في كيبات كبيره من عاش على ذكر الاسامي اللي يدربوا معك توا نلقاهم في اكبر فكر معايا كان صبري العماري اللي هو في الملعب التونسي تحديدا اليوم في الملعب التونسي وانا ذاك انسان اللي نتصور عنده ينجم يكون في ملعب تونس جمعيه كبيره ما ينجم يلعب في اكبر جمعيات في تونس. كان معايا احمد خليل علي الفريوي محمد علي الرقوبي كانوا هذوما نتصور اللي توا بقاو على الساحه مازالوا موجودين.
من بعد اكيد اخترت حاجه اخرى اللي هي عالم التدريب. كيفاش جاتك الفكره ولا دي في الفكره؟ الفكره انا سي نورمال قاري سبور مشيت باش نقرا سبور مي ولا دي في ربي ما حبش كوم جوار ان شاء الله باش نوصل كوم انترونور. بديت الحكايه من غادي وحدك ما فهمش شكون اللي قال لك شجعك عليها ولا اللي ليه الحقيقه فما برشا شجعوني خاصه لي زونترونور اللي ترينيت عندهم واللي يعرفوني معناها يعرفوا قبل ملي انا صغير كنت ماتور تكتيكمون نحكي معهم برشا في الكوره انا نسال برشا في الكوره نتكلم برشا في التيران معناها مثال تفكر فسي علي بالحاج وقتها يقول لي انا راه فيك في بروفيل نتاع اونترونور نهار اخر وهو متصور اكثر واحد هو محمد السعيد الزوز هذوما اللي شجعوني باش تكون اونترونور اليوم. وغادي في الفاك في قصر صعيد لقيت فما مدرب كبير اللي هو سي شكري الزمزمي هو اللي امن بيا وقف معايا وعاوني برشا هو سي رضا الجدي الزوز هذوما نحب نشكرهم. هما اللي عاونوك حتى هما عاونوني غادي في الفاك ماك تعرف قلت لك وقت نقرا لعبت في وادي الليل وكنت حتى مثال عملول عاودت العمليه الثانيه في وادي الليل وما كنتش معناها مواظب برشا على القرايه عاونوني ووقفوا معايا الحقيقه. اكيد خذيت الحاجات الايجابيه من المدربين الكل ووظفتهم حتى انت تو كمدرب. اكيد كل واحد عنده يتعدى بديز اكسبيريونس ياخذ من عند كل واحد حاجه حتى الخايب تنجم تاخذ حاجه خايبه وتعرف انت كيفاش ما تغلطهاش. بطبيعة معناها ترى هذيك الاكسبيريونس هي كل ما تتعدى بحاجة تخزنها تخليها عندك ميموريزي وفي نهار من نهارات باش تستحقها من غير لا تشعر. عالم التدريب وقتاش حامد العبيدي بدا المغامرة فأنا مقابلة بدا كمساعد مدرب كبداية. تحكي في الأكابر ولا في الشبان؟ أعطينا الأكابر. في الأكابر أول مقابلة كانت مستقبل السبيخة و الاولمبي البيجي مقابل كاس في بيجا. بيجا العام هذاك ما خسرت حتى ماتش في البطوله في بلادها نهارتها خرجناها احنا سيزيام كوب. المستقبل سبيخه انتصرنا عليهم ضربات جزاء لعبه 1-1 تفكر وترشح. وكمقابله ليك انت كمساعد مدرب اكيد ضد فريق كبير الاولمبي البيجي اكيد كاول مقابله الانسان في البدايه نتاعو مش تكون صعيبه برشا وتحضير خاص. والله خاطر قلت لك انا تعديت بالبرشا ديز اكسبيريونس وخدمت زاده في الليجون خدمت اسبوار وخدورانيت جونيور معناها قريب ونعرف ليفستير ونعرف الكل كانت مقابله عاديه انا بيرسونيلمون خدمت خدمتي عادي والحمد لله يا ربي. بعد السبيخه اكيد تجربه اخرى مع فريق اخر كمساعد مدرب. تجربه كبيره هي مع شبيبه خاطر هي جمعيه كلوم الله غالب الظروف كانت خايبة وإن شاء الله على قريب جيسكا وشبيبة ترجع لمكانها الأصلي اللي هو ما تنجمش تكون شبيبة في الرابطة الثانية كانت فترة صعيبة إن شاء الله ما عادش تعاود علينا وكهو. إن شاء الله أكيد شبيبة ترجع للرابطة المحترفة الأولى أكيد حتى التجربة ذي أعطت حتى ثقة كبيرة في شخصك أنت والحاجة الباهية للمدرب يبدأ كمساعد مدرب أكيد يتعلم برشا حاجات وخاصة فما مدربين اللي كنت تحكي عليهم انت تعلمت منهم برشا حاجات باش نسمي لك بعض الاسماء نتاع المدربين باش تعطي رايك فيهم انت في كلمتين باش نبداو بالمدربين اللي تعديت عليهم لطفي بنينه مش هنا اليوم باش نحكي عليهم المدربين هذوك مدربين كبار خدموا في وقت معين في الشبيبه خدموا كما لازم يخدموا وكونوا برشا ملعبيه مانيش انا اليوم باش نجي نقيمهم ولا حاجه هو مش تقييم يعني دربت عنده باش تعطي رايك فيه رايي فيه ما فماش ملاعب يدرب عند لطفي بنينه ما يحبش لطفي بنينه يعني لطفي بنينه الانسان اللي ولده يترينا عنده ما يلعبش خاطر فما شكون خير منه معناها ولاده الزوز ترينوا عنده ما لعبوش عنده خاطر فما شكون خير منهم في الوقت هذاك معناها انسان حقاني انسان يعطي حق العبيد انسان يخاف ربي انسان يتعب معك في السيونس يحاول يوصل لك المعلومه كم يلفو. الحبيب المادوين سي الحبيب اي سامحني سي الحبيب بكري نسيت ما سميتكش سي الحبيب زاد هذوما الكل راهو عندهم لي ميم كاركتيرستيك لي زونترونور هذوما اللي هما عباد يعطيوك حقك معناها وتاخذ منهم فما ديزاستيوس بالكوره يعطيوهم لك كان هم واضح
بحمد نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجعوا للبلاتو ونقعدوا نحكيوا على اكثر تفاصيل الاكاديمي نتاعك الخاصه ونحكيوا اكثر على حمد العبيدي شنو مشروع المستقبلي. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه الثانيه. أكيد رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي سيسمعوا فينا على 93 أو على www.alhayat.fm. حامد كنا نحكيوا على المدربين اللي درجت عندهم والمدربين البرزين قبل في الساحة. أكيد مختار بوغلة عنده طريقة سبيسيال مع الملعبية. أكيد سي مختار كنا قبل ترينيو اليوم أنا عندي فكرة في اللي جون فما دي بارون يتشاكيو من المدرب هاو عايت على ولدي هاو احنا سي مختار قبل كان يبدا يجري ورانا بالتايو في التيران ورانا بالتايو وتحترمه وتترينه وتسكت خاطر هو يلوج على مصلحتك. ما تصورش مدرب باش يكون صعيب مع جوار اللي ما يراش فيه في حاجه اللي لازم يخرجها منه. فاخر التويتي زاد سي فاخر اي اليوم سي فاخر ما ترينيت عنده بعد خدمت انا وياه انسان نحترموه ونقدروه وربي يوفقه اليوم في التجربه اللي يمر بها في اكاديميه الشباب الرياضي القيرواني. زيد نتمنى له التوفيق. اكيد فما اسم كبير اللي هو درب الشبيبه في السابق خرج لبرا مدير فني ما نجموش نتعداو الحصه ما نذكروش سي خميس العبيدي. سي خميس سي خميس اسم كبير مش في القروان اسم كبير في افريقيا. سيخ مايس ممكن ترينا عنده شيخة كي ترينا عنده انا نتفكر سيخ مايس فما مرة في السنتر مشي جابنا تونيات صفر كي قلنا له علاش صفر هو سيخ مايس مغروم بالعصافر قال هذوما العصفرات نتاعي اللي شيخة عليهم كان له اصفر وقت. لا سيخ مايس حاجة اخرى حاجة اخرى يعطيك حاجات في التيران اللي ما ينجم حتى حد يعطيهم لك في الدنيا. خميس الناس كل تحبوا برشا خميس اكيد مدرب ممتاز جدا شبيبة القيروان طلع عديد المواهب اللي مش كان في الشبيبة معناها نتفكروا الكيب ناسيونال 2002 ذيك خدمة سي خميس لعب المتوسط زاد لعب المتوسط من الناس البوسعايد الى سعد الورتاني الناس هذيك الكل هو اللي كان ولاده هذوكم اليوم لليوم هو يقول ولادي. وذيك علاش حامد العبيدي من كلاعب في الشبيبة القيروانية اصبح مدرب مساعد وكذلك المشروع نتاع حامد العبيدي اللي هو اكاديميه خاصه وهي حاجه باهيه انه الاكاديمي باش يسقي المواهب الملعبيه وكذلك يمول الفريق لهم شبيب القيروان. والله صحيح مع هما اون باراليل مع لونترونور اخترت باش نعمل مشروع خاص اللي هو اكاديمي بريفي اكاديميه المستقبل اللي هي تخدم على دو فولي. الفولي الاولاني ماهوش الفولي الاولاني اللي هو التربوي اللي هو اليوم باش الحومه تنحات ما عادش اليوم البارون ولا يخاف على صغيره من الشارع وليت باش يجيك غادي اموا يجيك غادي لازم يكون شخصيته يتعلم كيف ينتجري روحه في جروب يتعلم هذوما الكل. الفولي الثاني فولي سبورتيف نمشيو للمواهب المواهب اللي هو باش نكونوا ملعبيه فكره معينه. الكره اليوم تطورت ما عادش كيما قبل نحاولوا نشوفوا العباد كيفاش تخدم ونحاولوا نطبقوا. وعلى ذكر هذا اليوم اليوم بالذات باش نمولوا شبيبه بثلاثه لاعبين صنف 2011 اللي ان شاء الله انا نتبوأ لهم مستقبل كبير ان شاء الله. باش ما ندخلوش اكثر في التفاصيل ساعه نبداو الهيكل نتاعكم حامد اكيد انت مشروع خاص من شنو يتكون الهيكل نتاع الجمعيه هذيا الاكاديمية اكيد فما رئيس نائب رئيس امين مال اكيد فما رئيس عندنا ستركتور كامله نحن نتاع اداره فيها رئيس الاكاديميه معناها اللي هو السيد الوالد الحقيقه عندنا امين مال عندنا منسق عام هذوما اللي لاهين توسكي اداره وعندنا ستاف تكنيك معناها انا مدير فني انا نحط البرمجه للمدربين وعندنا ستاف تكنيك يتكون من 6 مدربين اللي كل نتيف انا نامن اللي كل نتيف لازم يكون معناها جروب ما يفوتش 20 22 جوار ويكونوا عليهم دو زونترونور باش هنا تنجم تخدم اكثر مع الصغير وتنجم تكون لهوه اكثر للصغير معناها. وعلى ذكر الله ما نعرفش انتم عندكم ولا باعتبار ليزاكاديمي تو في تونس والخارج خاصه في الخارج
في الأكاديمي متاعهم عندهم مراقبة صحية، يكون عندهم كيني ولا طبيب يكون موجود في الجمعية حتى للمراقبة الملاعبية الصغار؟ أكيد فما مراقبة صحية، فما مراقبة في قرايتهم، نتبعوه الصغير احنا في كل شيء معناها، حتى في الهيجين دو في متاعه، حتى في سولو بلون بسيشيك كيفاش يتعامل مع أصحابه، حتى في المدرسة، حتى في الدار. نتواصلوا برشا مع لي بارون، الحاجات هذوما الكل نعملوا فيهم، حتى هنا مشكل برا قلت لك نحاولوا نطبقوا في الافكار اللي صايره البرا، نحاولوا نجيبوا فيها لهنا. واكيد انه انتم فما هنا فما تنظيم خاصه بين القرايه نتاعهم هما والتدريب، نعرفوا خاصه انه برشا يتشكيوا اولياء في السوق التنظيم خاصه الاوقات نتاعهم. اكيد انا احنا نخدموا كان في الويكاند بون، فما لي جروب إليت هذوك يترينيو دو سيونس سوبليمونتير معناها في وسط الجمعة، مي ديما نختاروا الوقت مع آخر النهار، ديما نترينيو الستة ونص، يكون الصغير كمل قرايته وكمل كل شيء، تكون هذيك الساعة ونص حاجة باش يفرغ فيها لي زوند نيجاتيف نتاع نهار كامل حصرة، نهار كامل قراية، يجي ساعة ونص من الستة ونص للثمانية يفرغ كل شيء غادي، وحتى كي يروح كان عنده ريفيزيون كان عنده حاجة ينجم يعاود يريفيز ويقبل وقت. يعني اكيد فما مراقبه منكم انتم خاصه وتواصل مع الاولياء اكيد كما توا بريود هذه اللي ياخذوا الكارنيات نتاعهم، عندنا كل صنف لول في كل صنف هذاك عنده كادو، الاخرين الاوائل عندهم شهيد، اللي واخر في قرايته نتواصلوا مع لي بارون نتاعو نشوفوا الاسباب نجموا نعاقبوه بالكره، خاطر الكره في العمر هذا هي سورس دو موتيفاسيون معناها تقرا باش تمشي تترين. نتفاهموا مع لي بارون تنجم توصل العقوبه شهر ما تترينيش ولا شهرين، والا كيف ترجع تجيب معادل هكا راك ترجع تترينا. وباش نحكي لك حامد زاد اكيد بالنسبه لكم انتوما، هل انه توفروا الساعات للصغيرات هذوما اخصائي نفساني حتى يقرب لهم اكثر؟ اكيد اللاعب او ديما عنده مشاكل نفسيه. اخصائي نفساني بون في العمر هذايا ما نحبوش نكبروا الحكايه برشا، اخصائي نفساني لخاطر لي زونترونور اللي رانيو فيهم هما الكل ساعة لي زونترونور اللي يخدموا معنا في الأكاديمية الكل كلهم دي زونسينيون ودي زونترونور معناها متخرجين، ولونسينيون اللي متخرج من قصر صعيد راهو يقرا البسيكولوجي ويقرا كيفاش يتعامل مع الصغير، كان فما حاجة جراف وقتها عندنا معنا السي مهدي ملاط اللي هو عامل البريباراسيون مونتال، نتصلوا به يرحم والديه يعاون فينا الحقيقة، يجي ونجبدوا الصغير ونحكيوا معاه وحده، يكونوا اصحابه ما في بالهمش، ونطلبوا من البارون زاده ديما كي نوصلوا للكا هذايا ماذا بينا ما يسمع حتى. ليزاكاديمي خاصه الاكاديمي نتاعك انت، هل انه تشاركوا في بطوله وطنيه؟ هل انه انتم متابعين رياضه وشغل؟ هل انه انتم تنظموا وحدكم؟ شنو بطوله وطنيه ليه؟ خاطر احنا من ليزاكاديمي اوفيسيال في القروان اللي ماخذين ترخيص من عند المندوبيه ونتبعوا وزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة. كان فما مشروع باش يعملوا سي صغير زويته اللي هو بطولة الأكاديميات، بعتلي ما مشيناش فيها، وحتى البطولة هنا قوس كبير، هي ماهوش باش نشوفوا شكون الرابح وشكون الخاسر، لكن بطولة ماتش يلعبوا باش يتفرهدوا، ما التقييم صحيح في الصغار العمر هذاك، فما دي سيركوي فما حاجات يصيروا. كي ما مشيناش في الثنية هذه كوز تاع الكورونا والكل. ولو فما دي تورنوا يتعاملوا دي تورنوا دي اكاديمي نتفاهموا في بعضنا، باش ثمانية اكاديميات باش نعملوا تورنوا ونعملوا نختاروا نهار، ديما يختار نهار يكون في العطل باش الصغار منها تتفرهد منه، نشوفوا لي كاليتي تكنيك نتاع الصغيرات واسكو الصغيرات قاعدين تتطور ولا هنا فما مشكله كبيره صايره اللي ديتكسيون نتاع الملاعبيه قاعده تصير سولون الفوتاسيس، خاطر ليزاكاديمي يلعبوا فوتاسيس في 6 وهي ماهيش هذيك، انا جايب لك ولدي الاكاديمي باش تكونوا باش بعد يمشي للجماعي، حتى مديتيكسيون نتاع الصغير ماهيش هي بيدها نتاع الفوتاسيس هي نتاع الفوتا 11، فما دي كاليتي تلوج عليهم انت كو سوسوا كاليتي فيزيك كاليتي تكنيك حتى بسيشيك، الملاعب نتاع الفوتاسيس حتى مونتالمون ماهوش هو بيدو نتاع الفوتا 11، معناها هذه هي توا المشكله اللي صايره والديبالي صاير في تونس كامله. وهذاك علاش انا حبيت نسالك انه كلاعب انت قلت لي بكري فما ثلاثه مش يمشيوا للشباب القروانيه، احنا قبل قصة عليك عندنا ملاعبيه في معانا في جيسكا كانوا ياسر كورجاي ياسر، اما ما ينجموش يلعبوا في الفوتا 11 وما لعبوا معنا حتى ماتش، وقتاش نجحوا كي مشاو للفوتا
للفوتسال والا مشاو للميني فوت، فما اللي يلعب ايكيب ناسيونال وفما اللي يوصل خذا احسن لاعب في كوب داراب صارت في ليبيا معناها في مي فوتها انظر اي حاجه اخرى. مو هذاك لازمنا نلقاو حلول. اذا كان انت عندك ثلاثه ملعبيه باش يمشيو للشبيبه القيروانيه، واش كيما مش يلقى 11 لاعب وتيران كبير كيما اللي يترنوا عليه خمسه وكل. احنا اللي قلت لك احنا الفكره نتاع الاكاديمي نتاعنا رانا نكونوا في ملعبيه، مانيش نكونوا في ايكيب على خاطر امور امور تكنيك وتكتيك. تقصد تكتيك لي تكنيك كاور امور تكنيك وفيزيك. كي تقول لي فيزيك في العمر هذايا ايه رانا نخدموا الفيزيك في العمر هذايا، راهو الكورديناسيون راهي كاليتي فيزيك، الفيتيس راهو كاليتي فيزيك، لا ميتريز زابوي راهي كاليتي فيزيك، معناها شنو لازم لي كاليتي فيزيك اللي تخدموا في العمر هذاك. يا ما حمد سامحني، كاليتي فيزيك تلعب راهو على تيران خمسه وقول يعني سته، مش تيران كبير. كاليتي فيزيك كي نقولوا كورديناسيون، كورديناسيون لا تستحق لا تيران كبير لا تيران صغير. واضح. كاليتي باش يكون باش يكون الملاعب بدنو كوردوني ولا لا؟ كان هو بدنو كوردوني هذاك الماتريال اللي باش يكمل بيه حياته كان تاع كور. اليوم ما تنجمش تجي ملاعب ماهوش كوردوني وتقول له عمل لي جيست تكنيك هذايا، بدنو ما يطوعوش. اليوم ملاعب ماهوش كوردوني حتى الكور يكون هو رابيد، يكون هو رابيد وعنده معناها في لي فيبر ميسكولير نتاعو تلقى لي فيبر رابيد اكثر من له، معناها رابيد جينيتيكمون، ويبدا ماهوش كوردوني يبدا يجري بالغلط يخسر الوقت في الكورس نتاعو. معناها راهو احنا اليوم نكونوا صغير سور لو بلون تكنيك وسور لو بلون فيزيك. اللي حكيت في الفيزيك في الحكايات هذوما نحكيو على كورديناسيون فيتيس ميتريز دي زابوي، ما نحكيوش فيزيك بويسونس وفورس ما ادري شنو. وشكون يقيم حامد الصغيرات هذوما باش يمشيو للشباب القيروان؟ هل انهم هما يبعثوا شكون يجي يشوف، ولا انتم المدير الفني يكتب تقرير، ولا شنو كيفاش تتم العمليه والتواصل مع؟ والله الحقيقه انا بيرسونيلمون بحكم ولد الشباب ولد الجمعيه معناها ما انا اللي الكعبه اللي راها نواره تستحق باش تكون في الشبيبة، معناها انا ماذا بيا بزيد واحد باش الاكاديمي تتسمى والكل، مي زيد ما نرضاش على روحي باش نبعث لجمعيتي ملاعبي مازال ماهوش حاضر اليوم. ماذا بينا ديما ما نبعثوا كان ملاعبيه اللي باش ينورونا واللي هذوك من نهار اخر باش ينوروا وجه الاكاديمي. ديتوش على الاقل تتواصلوا شويه مع ليه؟ فما تواصل، فما تواصل مع المدير الفني خاصه نتاع الشبيبه. شكون المدير الفني؟ سي عثمان الشهيبي معناها توا بولو مومون قاعدين نتواصلوا مع سي عثمان، قاعدين نتواصلوا زاده مع اللي لاهين بالاكاديمي سي الشارد سي شاكر الشارد سي بوغابه سي فاخر التواتي زاده قاعدين نتواصلوا معاه، والكل نحاولوا باش نكون لمصلحه الصغار في الاخر. احنا باش نحاولوا نوصلوا لو ماكسيموم باش خاطر اليوم عندك في الاكاديمي كيما نقولوا ثلاثه باش يدخلوا لجيسكا، ثلاثه منا واربعه منا وزوز من غادي باش تعمل لجيسكا جروب دو 20 اكزومبل. ماذا بينا نخلطوا للجونيور الجروب دو 20 هذوك معنا منهم 15 ولا 16 مستوى باهي. ما نحبوش زاد اليوم في ليكول يدخل عمره ايكول عندك 15 عندهم معدل 12 على 20 يخلط لي جونيور يولي له 6 على 20 معدل. ماذا بينا نمشي ونطوروا الصغير ما نمشيوش بالتوالي. وخاطر خدمه كبيره في اصناف الشباب، نعرفوا الشباب القيرواني تقريبا سنوات كبيره ما خرجتش ملعبيه، وتقريبا المعضله بتاع تونس كامله يعني خطه راس حربه وظهير ايسر في تونس قليل ونطلق الملعبيه. الشبيبه مش ما خرجناش اوموا ملاعبي في البوست هذيك سواء اتاكون يعني راس حربه او كظهير ايسر او حتى ظهير ايمن، قاعدين نلقى في برشا مشاكل. هو ذايا موضوع كبير مستعد. وانت تعرف الظروف الخايبه اللي مرت بها الشبيبه في الاكابر، فما بالك بالشبان. كي نقولوا ما خرجتش الشبيبه شنو معناها ما خرجتش؟ كاليتي ولا نومبر؟ خاطر اليوم في جيسكا، اليوم في جيسكا كي نقولوا اليوم نلقاو فما يجي 13 ولا 14 ملاعبي من ولاد الشباب. كاليتي فماش ككاليتي باش تحكي على كاليتي باهي ساعه لازمك اول حاجه، واليوم الكره راهي ولات فلوس. ما تنجمش انت جمعيه عندك مشاكل ماليه باش تحكي على تكوين. باش نبدا واضحين. واضح. هو هذا محور اخر وحديث اخر وبلاتو اخر. وما تنجمش جمعيه راهي تكون من غير بروجي. ان شاء الله تو نرجعوا له حامد في أخوي. برامج اخرى وصلنا لنهايه حصتنا. كلمه الختام على شكون تحب تسلم؟ نهار ربي يخليك ساعه، ونحب نشكر نشكرك ونشكر الخي الكل هنا. نحب نسلم على وليداتي اللي في الاكاديميه الكل. نحب نتمنى توفيق للشباب الرياضيه القيروانيه، وان شاء الله عوده سريعه لبلاصتها الصحيحه.
ان شاء الله. شكرا لك حمد العبيدي ضيف الحياة فيم في في بي سبور. هكا وصلنا لنهاية حصتنا. شكر خاص لأيمن ليغا في الاخراج التقني، محمد الفجري في الاخراج الرقمي، كوتي ميكرو عبد الله الحطاب. ملتقانا الاسبوع القادم في نفس التوقيت وحلقة جديدة مع ضيف جديد. الى اللقاء للجميع. في بي سبور انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة فيم.